ما ننساوش اللي عملنا دو فيكتوار سكسيسيف، مشينا ربحنا في السوالم وربحنا الفتح لهنا بداية الموسم، نعاود نرجعوا لها بعد أربع جولات. كان الرجاء عنده 3 نقاط على 12، وكانت في فرق عندها 12 على 12، يعني 12 بوان سور 12 وحنا 3 بوان. يعني كي تخسر المرتبة اللي كلاسي الأولاني تلقاها هرب عليك 9 بوان، وأنت تلقى روحك كلاسي 13، كي وقتها يفالي سيري الكود. وفريمون ننكبوا على العمل اليوم، الرجاء يرجع الفضل لربي وللاعبين اللي عملوا الرومونتادا هذه، رومونتادا على مستوى الكلاسمون، على مستوى البريستاسيون، على مستوى التطور، على مستوى سورتو تضامن المجموعه. المجموعه بدات تقرب لبعضها، بدات تتامن اللي كونوا تجم تقول كلمتها السنه هذه. لكن ماتش تاع الجيش كان ماتش صعيب، ماتش مع معقد، كان ماتش لازمنا نكونوا فيه تريز اتونتيف ونكونوا جاهزين على المستوى الكل. سجلنا هدف، الهبطي عنده مده قاعد يخدم، برافو ليه، عاون الفريق نتاعو. اراسي نفس الشيء، ماهوش ساهل تدخل باش تعوض جمال حركاس، ماهوش ساهل باش تعوض مروان الدودي، وكان في نهار كبير هو واسماعيل، المدافعين الكل، الناس اللي دخلوا عطاوا الاضافه. فرحان بالبريستاسيون، فرحان باللابور نتاع الملاعبيه الكل، لكن فما مجال اللي على مستوى الريتم، على مستوى كيفاش نعيشوا في المقابله، خاطر كنا ينزلنا نتعداو 2-0 والادفرسير يلعب ب 10 وخلى مساحات كبيره، ولو يلعبوا ان سول جوار في الديفونس كنا وقتها لازمنا نكونوا فاهمين اللي كانوا كنمشيو قدام نوليو اخطر. فما مجالات اخرين لازمها يتطوروا، وهذا ما نجموا يتطوروا كان بالعمل ان شاء الله. ماهيش نرفز، مي لونفي اللي كانوا، انا نشوف الدفاع نتاعهم فيه مساحات كبيره، لو كان نطلعوا الكره القدام يسوفي تدخل الوسط وبعد اون سامبل باس نجموا نخرجوا راس راس. ورا فيه يكون اللاعب وقت يبدا يلعب المساحات من جمشي راهم مليح، كيما المدرب كنت مع بنتيك ومع اسماعيل ومع روجي ومع اللاعبيه كل نعطي فيهم فيك التوصيات اللي راهو فما ما جابش تعداو 2-0، وكي ندافعوا الفوق والكره تبدا في المناطق نتاعهم احسن من اللي نعملوا بوستيون دي لابال في الزون نتاعنا. هذه علاش التعزيزات ضروريين، خاطر المحكاتو نتاع الصيف كانت فيه ميركاتو ماسيف نومبر كبير، الميركاتو نتاع جانفي يكون كاليتاتيف، حاشتنا بداو 3 جوار يزيدوا يقويوا المجموعه. انا نعرف نغزر البعيد ونشوف، مازال الشامبيونز ليغ ما بداتش، مازال الروتور كامل، مازال كوبارا، مازال كاس العرش، وهذوما يزمهم مجموعه مش 10 لاعبين.